السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه، مرحبا بطلاب الاعزاء مرحبا بالاطباء الكرام آه، معكم الدكتور وضاح الحاج آه، استاذ آه، بريدونتولوجي عند اورال ديسن. طب الفم وامراض وجراحه اللثه في محاضره اليوم سنبدا بالحديث عن الجزء الثاني من محاضرات اللثه آه، طبعا بنبدا الان من الجزء الاول كان كله في آه، بالبدايه كانت محاضره آه، هستولوجيا هيستولوجي واناتومي للبرودونشيا اتكلمنا بعدين عن الايتولوجي وبعدين تكلمنا عن الباثوجينيسيز وتكلمنا بعدين عن الكلاسيفيكيشن اوف وانواع الاكثر امراض اللي بنلاقيها تكلمنا عن حالات خاصه زي الاطفال كبار السن النساء وتكلمنا عن كيفيه التشخيص والبريفنشن وتكلمنا ايضا عن الابدولوجي اليوم زي ما قلنا محاضره اليوم بدنا نتكلم على كيف الطرق العلاجية بدءا يعني من أبسط الأدوات أو الطرق العلاجية اليدوية لحد ما نوصل للأشياء الأدفانس في الجراحة وفي البون وغيرها. طبعا احنا زي ما قلنا في البداية بنبدأ نتكلم في ثلاث محاضرات إن شاء الله على البريدونتال انسترومنتيشنز ايش الأدوات كل الأدوات أو معظم الأدوات اللي بندخل فيها أو بنستخدمها في مجال البريو. المحاضرة الأولى بنتكلم فيها على المانوال انسترومنتس المحاضرة الثانية وهي أطول محاضرة أطول طبعا. المحاضرة الثانية بتكلم فيها على الباور انسترومنتس الأشياء اللي هي الإلكترونية والآلية. والمحاضرة الأخيرة بتكلم فيها على السيرجيكال انسترومنتس. طيب، طيب ما هو تعريف البرودونتال انسترومنتس؟ البرودونتال انسترومنتس هي عبارة عن انسترومنتس ويتش ديزايند فور. هي أدوات تستخدم لأغراض خاصة. ما هي هذه الأغراض الخاصة؟ سبيسيفيك بوربوسز. طبعا بدرجه رئيسيه تستخدم للريموفينج كالكيولاس احنا نشيل الكالكيولاس ونعمل بليننج الروت نسطح الروت ننعم الروت علشان نسمح بعدين نخلي اللثه ترتبط بال 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 بالروت وتعمل تعمل اعاده من جديد وكمان نعمل كيوريتنج للجينجيفا كيوريتك للجينجيفا يعني معناتها تجريف لللثه وتجريف لللثه الغرض منها انه برضه نشيل الديزيز ذا ديسيز ابيثيريوم او الابيثيريوم الملتهب لكي من جهته ايضا يستطيع ان يعمل ارتباط او نعمل على تقليل البوكيتس طيب ما هي الادوات الاساسيه اللي بنستخدمها احنا في عمليه البيودونتال تريتمنت في معانا اول شيء طبعا البريدونتال بروبس اند دنتال اكسبلورز وبنشوف الفرق بينهم في معانا ادوات السكيلينج والروت بليننج والكيوريتاج في معانا الادوات اللي هي حق الكلينسنج والبلشنج اللي هي تعمل تلميع الاسنان بعد الع بعد, بعد السكيلينج وفي معانا السيرجيكال انسترومنتس وزي ما قلنا بتكلم عليهم ان شاء الله كلهم طيب اي اداه لو جينا نتفرج الادوات اللي هي البارتس اوف تيبيكال انسترومنت وتقريبا هذا التقسيم ساري لكل الادوات يعني حتى اداه المهندس العاديه ادوات النجار ادوات اي شيء بنلاقي في هذه الاشياء بنلاقي انه الجزء الرئيسي الوسطي نسميه الهاندل والهاندل هذا الجزء اللي من اسم هاندل يعني الشيء اللي مسك منه آه زي ما قلت ما فيش اداه تقريبا ما بتلاقيش فيها هاندل حتى ادوات التخصصات الثانيه في الجراح في في الطب او في غير الطب بعدين في جزء بنحصله في الطرف اللي هو نسميها البليد او نسميها الوركنج بليد او الوركينج تيب <تسجيل> هذا عبارة عن الجزء اللي هو الجزء الفعال اللي يشتغل فيه اللي اللي يكون هو الأكتيف بارت واللي يعمل العمل الرئيسي للأداة. آه في معانا بعدين بينهم الاثنين في أداة نسميها الشانك وهي الـ الأداة أو الوصلة ما بين الهاندل وما بين البليد هي القطعة الواصلة بين الـ الـ الاثنين. طيب يعني ممكن نجي نقول حاجة هنا. الهاندل تقريبا في كل الادوات متشابه تقريبا متشابه يعني اوكي ممكن نحصل نوع سريتد نوع مش سريتد نحصله لارج شويه مش لارج نحصله هولو او سوليد يعني مقوف او لكن في الاخير نفس تقريبا الشكل ما في اختلافات بسيطه مش جوهريه آه لما نيجي نشوف البلايد هذه المختلفه يعني احنا لما نجي نفرق بين كل كل اداه واداه بنحصل ان كل اداه مختلفه في نوع البلايد البلايد تبع الكيوريد غير حق الاسكيلر غير حق الهو غير حق الشيزل كل شيء مختلف اذا البلاي او الوركينج تيب او الوركينج اند هو الجزء الذي يفرق بين كل اداه والاخرى طيب نيجي للشانك الشانك هذا زي ما قلنا هي قطعه واصله ممكن تتغير في شكلها وفي اتجاهها وفي حجمها طيب هل الشانك يميز لنا بين كل اداه واداه يعني هل ممكن احصل انه الشانك مثلا في تبع الفايل او تبع الكيوريت غير الشانك تبع الهو لا الشانك يميز لي يفرق لي بين اداء بين, في نفس الاداء بين مو بوزيشن يعني انا بحصل الشانك احيانا يكون طويل فهو معناته انه بيروح لي للمناطق البعيده احيانا يحصل فيه كيرف معين يخليه للبوستيرير اذا الشانك في بحصل مثلا أداة فيها نفس التب او ت... يعني تكون مثلا كيوريت لكن الشانك هذا يخلي استخدامه اما في الميزيال او في الديستال اما في البكر او في اللينجوال اما في الانتر او في البوستيرير اذا الشانك يعني يكون مختلف ما بين اداه وأداة في نفس الأداة لكن ما بين اداه تستخدم لمكان وما مكان او اداه تستخدم لمكان اخر اما التب فهو اللي يفرق بين كل الادوات الراس تبع الـ الكيوريت غير الراس تبع الاسكيلا غير الراس تبع اللي هو هكذا طيب طيب نبدا باول شيء باول الـ الادوات اللي بنستخدمها احنا نتكلم الان عن ادوات الفحص إحنا معانا هذا البروب الشهير اللي معروف إنه بروب البيديو نسميه برودونتال بروب طبعا تعريفه في البداية هذه عبارة عن انسترومنتس تستخدم ليش؟ استخدامها عشان نعمل لوكيشن لوكيت نحدد وجود أو نحدد مكان البوكيت نقيس كم البوكيت لو ركزتوا الآن إنه مدرج فيه تدريجات هذه زي المسطرة حتى إحنا نسميها مسطرة البريو لانه هذه البسطره هنا احنا في البريو كل شيء نستخدم قياس البوكيت قياس الارجمنت كم الريسيجن آه لو اشتي اشوف طول عرض السن عشان اعمل كراول لينثنينج هذه الاشياء كلها نستخدمها في البريونت البروك فبقى البروب فبنحصل انه فيها فيها جريدز بهذه الطريقه فنستخدم فيها عشان نقيس وعلشان زي ما قلنا نحدد مكان وجود البوكيت ومكانها وزي ما قلنا هي نعتبرها رولر بشكل عام مسطره لكل عمليات ال القياسات في 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 البريو طيب ايش اللي يميز هذه الاداه؟ احنا ناس كثير لما يشوفوا بروب يتخيل لك انه زي البروب العادي لكن هي في فرق بين البرودونتال البروب وبين الدنتال بروب او اللي نسميه واللي كلنا اول ما نعرفه بالاسنان نعرفه امامنا. هم. طبعا اول شيء لو لاحظتم منه ايش؟ تيبرد تيبرد لو لاحظتم انه مستدق يعني يبدا من القاعده عريض وكل مراحل التب يكون اقل في الدياميتر لحد ما يصل اقل دياميتر عند التب رود لايك <كشفق> شكله زي القضيب اوكي كالبريتد أو... ان مليمتر زي ما قلنا يقسم الى مليمتر وزي ما احنا شايفين امامنا في تقسيمات يعني هنا الان مثلا هذا اليو ان سي 15 نسميه لو لاحظنا انه مقسم او هذا يو ان سي 12 لو لاحظنا انه مقسم اربعات يعني هذا ثلاث لا والله 15 خمسطر... 15 فعلا 15 لاحظنا نقسم خمسات ثلاثة أول شيء وبعدين عند أول المنطقة السوداء الرابعة وبعدين آخرها الخامسة وهكذا نفسها خمسة، عشر،, خمسة عشر خمسة مش هذا التقسيم الوحيد احنا بنلاقي أكثر من تقسيم أكثر من تقسيم لهذا الموضوع ف عليه بعد شوية ايش أنواع الأنواع الأكثر انتشارا من البروبات طبعا لو ركزتم انه الراس تبعه طبعا بلانت هذا من نقطة مهمة جدا يعني هو مش حاد زي الدنتراكس بلولر ليش الدينتراكس بلولر يتعامل مع السن السن اللي هو قوي بالعكس يحتاج انه يكون حاد عشان يعمل كاتش في في الكيريز لكن هذا مش حاد هذا يتعامل مع البوكيت يتعامل مع الجانكشن الابيثيليوم يتعامل مع الكونكت تيشيو فلو كان حاد لو قمنا نقيس الان انا ايش المشكله لو قمت انا اقيس احاول اقيس بالدينتراكس بروب في اكثر مشكله معي اول شيء الكيرف حقه ممكن ما يدخلش بشكل مريح ثاني شيء ما عندوش قياس اقيس عشان احدد ثالث شيء اذا كان حاد تخيل انا اول ما احطه داخل الجنجبه هل المشكله فقط انه بيعمل لي تروما صح بيعمل لي تروما هذا الكلام صحيح لكن هل هي المشكله الوحيده لا مش هي المشكله الوحيده غير حكاية الروبن بيعملها هو كمان بيعمل بنتريشن جاكشن بالثيليوم اللي كنت اذا ممكن انه يسجل لي ايش ريد او فولس ريدنج قراءه خاطئه انا معايا البوكت 3 ملي لكن هو اخترق كمان 2 ملي في اللثه فسجل لي 5 ملي حتى لو كان مدرج مثلا وعمل لي قراءه خاطئه تخليني اتعامل بشكل خاطئ مع تشخيص الحاله وعلاج الحاله طبعا في منه انواع في من اوفل طبعا احنا نتكلم ككروس سكشن لو جينا عملنا قطعنا وعملنا كروس سكشن لهذا البروب بنحصل انه احيانا في اوفل وفي راوند وفي ريكتانجلر طيب هل ايش اللي موجود عندنا في بشكل كبير؟ قال انا شخصيا لقد شفتهم طبعا الراوند هذا موجود بشده الريكتانجلر في موجود ايضا احيانا لكن الاوفل انا شخصيا ما لقيتوش وطبعا من الافضل طبعا هو التب اللي هو الراوند اللي هو الصغير هو افضلهم لانه يقدر يخترق في اي مكان طبعا المفروض احنا لما نيجي نشتري بردونت البروب لازم نركز على النقطة هذه نشوف مقاسه في ناس أنا في جامعات معينة كنت أجي أشوف البروب يعني عمود كهرباء يعني تحطه تحس فعلا لو كان اكبر بكت ما بيخشش فيه، فهذا في بهذا الكلام يعني فعلا ما بقدرش يشخص صح، اذا لازم لما نجي نتف... نت... ناخذ او نت... او نتكلم او نشتري عن برودنتال بروب لازم يكون يعني از از سمولر از بوسيبل لانه يقدر يدخل في اي مكان مهما كان البروب ضيق. طيب هذه الانواع اللي قلت لكم عليه الان احنا معانا خمس انواع هي الاشهر احنا لو ركزنا الان قدامنا وقلت لكم سالتكم سؤال انا اتكلم عن اليمن وتقريبا حتى في مصر كانت نفس الكلام ايش النوع اللي هو اكثر انتشارا واللي موجود امام نلاقيه في اغلب العيادات سواء في الكليات او في العيادات طبعا اغلب تسعين 90% من الناس بيقول لك النوع سي وهذا كلام صحيح طيب هذا ايش اسمه؟ انت لما تيجي تشوف ناس كثير لما تيجي تساله تسال ناس كثير اللي هو فاهم 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 بيقول لك دكتور اسمه بروب لكن كثير من الناس مش عارفين حتى اسمه هذا طبعا ما هو اسمه ويليام بروب اسمه هذا ميتشيغان ج... او آه, آه, بتلاقوا انتم الكلام كله موجود في الكلام اللي على اليمين هذا مكتوب اسماء تبعهم يونيفرسيتي اوف ميتشيغان او بروب وذ ويليام ماركينجز طبعا لو ركزتم انه معناته بروب جامعه ميتشيغان آه, مع علامات م... ويليام طبعا هذا ويليام شكله يمكن عالم كان من الجامعه او طبيب اسنان او غيره فهو اللي قسم التقسيمات هذه وعليها تسمى باسمه عندهم ما يضيعوش حق حد يعني هو كل اللي عمله عمل تقسيمات زي كذا. طبعا التقسيمات هذه يعتقد انه 3 مللي، شوف انتم لو ركزتم على التقسيمات بتلاقوا انه 1 2 3 وبعدين مسافه كبيره اللي هي 5 وبعدين مسافه ثانيه اللي هي 7 وبعدين 6 7 ثم... بعدين 8 9 10 لحد 10 مللي طول 10 مللي. آه يعني يعتقد انه التقسيم هذا معتمد على انه 3 مللي هي النورمال بوكيت او سالكاس. من أربعة الخمسة هذا اللي هو مايلد بريدون ستة سبعة مودريت اللي هو البوكيت اللي هو المودريت وثمانية ما فوق اللي هو السيفير بحيث إنه تكون خلاص أنت مركز عينك إنه لما عدي خمسة هذا معناته إنه مايلد وهكذا طبعا هذا اكثر انتشارا لو سالنا مره ثانيه منو الثاني بي بيقول لك اي او بي هم طبعا هذا أكثر انتشارا معانا الاي اللي هو لو ركزنا انه مش مقسم بنفس التقسيم اللي هذي. التقسيمه اللي هذيك تقسيمه ثانيه ثلاثه اول شيء بس منطقه كبيره بيضاء وبعدين منطقة كبيرة سوداء وبعدين منطقة بيضاء مرة ثانية وبعدين منطقة سوداء مرة ثالثة أو مرة ثانية هذه المنطقة كل منطقة منها ثلاثة ملي فلو ركزنا هنا إنه بنحصل ثلاثة ستة تسعة اثنا إذا هذا مبدئيا أطول من الأول اثنا عشر ملي بس مشكلته في مشكلتين المشكلة الأولى إنه هذا أغلب أغلب اللون الأسود هذا عبارة عن حبر يعني تحصلهم صبغة يعني مش حبر صبغة مصبوغ صبغ فتحصل مع الوقت إنه يبدأ يختفي لكن أول محفور حفر في الحديد الشيء الثاني انه برضو فيها شوية عدم وضوح يعني هذه واضحة واحد ثلاثة اثنين ثلاثة،, ثلاثة لكن هذا الثلاثة الستة التسعة ممكن تجي في نصف الاسود او في ربع الاسود مع تعرفش هذه اربعة ولا خمسة فهي الدقة في اقل هذا اللي نسميه طبعا البروب اي يسمى مركز بروب او مركز كاركوليد بروب وزي ما قلنا تقسيماته كل ثلاثة ملي في تقسيم السي البي اللي هو بعده هذا طبعا انا افضله شخصيا بس للاسف ضاع في اليمن عندنا ما عاد خالص بس هو الأفضل ليش الأفضل؟ لأنه لو ركزتم إنه هو أطولهم هو واخذ 15 مللي، لو ركزتم إنه في أربع علامات سوداء وبعدين آه بيضاء وبعدين علامة سوداء هي الخامسة وبعدين يعني 1 2 3 4 5 سوداء 6 7 8 9 10 سوداء 11 12, 12 13 14, 14 15 وهذه كمان سوداء يعني 15 مللي، طيب يا دكتور بيجي السؤال هنا هل أنا بحتاج إنه 15 مللي؟ طبعا أنت إيش أطول مع معروض عندك في الفم؟ طبعا معروف انه الكناين اللي يوصل 17 مللي في بوكتس عميقه توصل للابكس حق هذا السين اذا حتى ال 15 مش كفايه لك احيانا برضه ما تشتغل على الساينس الماركتينج الحاجات اللي زي كذا تشي تشوف تعمل بروبنج المنطقه فهو اللي ممكن يوصل هو افضلهم طبعا زي ما قلنا وبرضه غالبا هذه العلامات هي محفوره فهو الافضل لكن للاسف في الفتره الاخيره اختفى عندنا ما لقيناش يعني ما تواجد في الكبير آه دي الدي والاي اقلهم انتشارا يمكن الدين تقريبا ما قد شفتوش بالنسبه لي خالص لكن هو اقصرهم لو ركزنا طبعا طبعا العفو بي قبل ما نوصل للدي البي هو اسمه يو ان سي 15 بروب لانه اسمه يعني 15 ملي فيسمى يعني حسب الرقم هذا طبعا في نوع ثاني اسمه يو ان سي 12 هذاك طبعا اربعات بدل ما هو خمسات وكان برضه كويس آه طبعا يو هي اختصار لكلمه يونيفرستي اوف نورث كارولينا اللي هي جامعه نورث كارولينا الشماليه الدي زي ما قلت هو هذا اقصرهم وهو اقلهم استخداما وشخصيا لم اجده ابدا تقسيما ولا ركزتم انه 3 6 8 من 3 ل 6 8 قصير ومش واضح التقسيمات برضه جدا هذا طبعا اخو سي هو يعتبر برضه يعتبر بروب جامعه ميشيغان لكن الماركينجز حقه مختلفه بدل ما هي 1 3 2 3 5 7 8 9 10 هذا التقسيمات هي مجرد 3 و6 و8 الاخير بينهم اللي هو حق بروب اتش اللي هو وورد هذا يتميز بشيء وحيد انه في في كره صغيره بول صغيره في الراس هي تقريبا نص ملي وبعدين ثلاثة ملي وبعدين منطقه سوداء على 2 ملي خمسة وبعدين ثمانية وبعدين 11 هذا تبع منظمة الصحة العالمية يعني ثلاثة خمسة ثمانية أحد تقريبا نفس الفكرة حق تبع البوكت العادي ثلاثة المايك خمسة إلى س... طبعا هنا مزيد واحد بس يعني مقارب ثمانية احداعش آه هنا الميزة البول اندد هذه أو الكرة اللي في الأخير هي نص ملي لكن يعتبر يعني, يعني موضوعة من باب إنها تكون ليستروماتيك لما تيجي تقيس ما تأثرش خالص وهي تزيد لنا في القياس فقط نصف ملي طيب في معانا بنتكلم عليه ان شاء الله في محاضرتين منفصلتين اللي هو الفركيشن الفركيشن هي وصول الانفولفمنت اللي هو وصول العمليه المرضيه وصول الانفكشن وصول البون لحد منطقه تفرع الجذور هذه المنطقه صعب انك تيجي تقيسها بالبروب العادي يعني انا ممكن اقيس الدبث عنده كم الفيرتيكال كومبوننت لكن لو اشتي اقيس الهورزنتال كومبوننت كم دخل الفركيشن الداخل كم اكل المعظم داخل فهذه صعبه جدا في بروب خاص يستخدم لهذه الشغله هو اللي نسميها النيبرس بروب النيبرس بروب هذا عبارة عن بروب خاص شكله لما تشوفه زي البروب اكسبلورر العادي حقنا لكن مع فرقين الفرق الاول انه بلاند لو ركزتم انه في معانا بلاند فوق الراس تبعه مش حاد لانه اصلا برضه بيقيس في منطقة ممكن تكون فيها سوفت اذا اول شيء انه بلاند الثاني شيء انه في في منه انواع تيجي مدرجه زي ما احنا شايفين عاملين فيها علامات 3 6 9 12 عشان ممكن نقيس وطبعا في فرق ثالث انه لو شفتوا الصوره اللي تحت هذه اللي هي على الشمال بس مش اللي هي البروب المستقيم النيبر بنحس انه عامل كيرف يعني انت لو شفت البروب العادي من الخلف تحسه زي المستقيم لكن هذا عامل كيرف عشان يقدر يوصل بشكل مريح طبعا في من معانا من نوعين النوع الاول نسميه اللي هو ان 1 والنوع الثاني نسميه ان 2 وطبعا هم نون كالبريت في منه نون كالبريتد وفي منه نوع كالبريتد فيه يعني قياسات زي ما احنا شايفين على الشمال هذا اللي هو النيبر ان وان اللي هو زي ما احنا شايفين مش 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 سكيل شيب يعني فيه استطاله شويه هذا غالبا يستخدم طبعا في اكثر منطقه لكن استخدامه برضه في الميزيال اكثر في الميزيال فوركيشن ان 2 زي ما احنا شايفين هذا النوع هذا اللي يجي منه الكالبريتد والنون كالبريتد هذا نحصل نوع منه من القياسات والنوع الثاني ممكن نحصله بقياسات طيب احنا الان لما نشتي نعمل بريدونتال بروبينج احنا كبريدونتال بروبينج ايش نشتي يعني هل في قواعد معينه طبعا في قواعد معينه احنا الان اوكي انه البروب هذا هو عباره عن شيء مش مش حاد صح على عينه راسي لكن برضه الشيء اللي مش حاد حتى لو كان مش حاد لو عملت اوفر فورس عليه فممكن تعمل تروما اذا لازم لما نجي نقيس احنا لما نجي نقيس البروب لازم انه احنا تكون الحركه القياس تكون جنتل بنفس في نفس الوقت فيرم يعني فيها شويه شده فيها شويه قوه لكن بشكل جنتل ما نعملش طاقة قوي جدا علشان ما نعملش تروما للبوكيت وعمل بريتريتر للتروما او تروما للجاكشن ايثيريوم اوكي طيب الروكينج اند طبعا لازم لما نجي نحطه هل بنحط الوركينج اند بزاويه معينه ولا بنجيبه بشكل مستقيم لا لازم يكون بشكل مستقيم ماشي مع اللونج اكسس ذا تيث علشان اذا زي ما احنا شايفين هنا في الصوره امامنا اه في الجهه الشمال اه لما نجيب البروب مع اللونج اكسس فهذا هو الشيء الصحيح احنا لما نجيبه بزاويه فاحنا مبدئيا ما بنكونش ماشيين صح لان ممكن ندخل لو دخلنا في البوكيت لو كان البوكت مش واسع فممكن ندخل فيه نعمل ترومة وبنفس الوقت ما نجيبش القياس الصحيح لكن هل الكلام هذا يعني ساري على كل المناطق؟ لا، احنا لما نتكلم على هذا الكلام يكون على المناطق اللي هي البقرة. لينجوال. طيب في الميزيا لو في عندنا مشكلة ليش؟ لأنه غالبا عندنا يكون في كونتاكت اريا، الكونتاكت اريا دي أحيانا تمنعنا أننا أعمل بوكتينج أو بروبينج صحيح. بالذات في حالات لما يكون مع كريتر، يعني زي ما احنا شايفين في الصورة الوسط هنا، لو عندي كريتر في الوسط أنه الريزوربشن في وسط السن مش في في المكان او اللينجوال. فبنحصل اننا لو عملناها بشكل ستريت ما في المكان الصح. لكن لازم نعمل زاوية بسيطة من 10 ل 20 درجة في البنزيال عشان من جهة نتفادى منطقة الكونتاكت ونجيب البوكت بالشكل الصحيح. بنفس الوقت ما ينفعش ان احنا كمان نزود الزاوية لانه احيانا تعدي الـ البون بشكل عام والبون رزوبشن والبون وتعدي على الجهة الثانية. في واحدة من الجامعات كان واحدة من الطالبات قد تقول لي يا دكتور انا في بوكيت كان معاها بوكيت إن سي بروب 15. آه فتقول لي يا دكتور الغريبه البوكت آه في عندها بوكت كبير جدا يعني عدى ال 15 المريضه وما ولسه ما وصلش اخر البوكيت. اشوف يعني في الاشعه توريني ما كانش في شكل البوكيت الكبير هذا اصلا. فقلت لها متاكده؟ قالت متاكده. آه رحت انا عند المريضه فتقول لها اعمل لي بروبينج ورينا اشوف اشوفها تعمل بروبينج بزاويه حاده جدا فالاخت خلاص هي قد عدت الـ الـ البكالو عدت اللينجوال وقد عدت من الجنجبه وقد تعمل برمج للسان تحت <applause> فهي جالسه تعمل برمج للسان والمريضة مسكنة ساكتة ف يعني كان اتجاه غلط فلما جينا نقيس فعليا ما فيش معاها 3 أو 4 مللي فزي ما قلنا الاتجاه مهم جدا يكون مع اللونج اكسس في البكالو واللينجوال وزاوية بسيطة من 10 20 درجة في الميزيال والديستال زي ما احنا شايفين في الصورتين اللي هم أمامنا طيب هذا اللي هو بالنسبه للبرودونت البروب اللي هو زي ما قلنا بروب البريود طيب هل الدينت الاكسبلورر او البروب العادي اللي نعرفه كلنا هل له فائده عندنا طبعا هذا ما فيش تخصص في طب الاسنان يقدر يستغني عنه فالاكسبلورز طبعا آه، له اشكال مختلفه له انجلز مختلفه سيوز مختلفه احنا في طب في البريو ايش نستخدمه طبعا مبدئيا عشان نشوف احيانا السوبرا جينجيفال كالكولس احنا نشوفه قدامنا ما مش مشكله بنشوفه لكن الصب بل هو المشكله اللي هو احيانا يكون تحت بالذات لو ال... لو هو عميق لو هو في المنطقة الميزية والديستال فممكن نقدر نميز وجوده ان احنا نعمل بروبنج حذر آه عشان نشوف هل موجود او مش موجود. طيب بعد ما ننظف بعد ما نشيل الكالكولا الكالكولاس الكلكولاس بعد ما نعمل روت, روت بلينينج برضه نحتاج ان احنا نعرف هل وصلنا احنا شيلنا اللي تحت وهل كمان آه وصلنا لسموذنج كويس فممكن نمشي البروب بالمنطقة اللي تحت زي ما قلنا بحذر من غير ما نعمل تروب ونعمل نمسح على الروت عشان نشوف هل هو سموث أو مش سموث. آه كمان نحن طبيعي زي اي حاجه فيها جراحه نشتي نتاكد انه في انستيزيا فبنعمل تيستنج للانستيزيا بالدينتال اكسبلورر هذه الاشكال المختلفه للاكسبلورر زي ما احنا شايفين يمكن نلاقيها باكثر من شكل واكثر من استخدام طيب هذا السؤال اللي قلناه قبل شوية ليش الدينتر اكسبلورر مش ممكن نستخدمه للبرودونتال بروبينج قلنا اصلا لانه مبدئيا بيعمل لي تروما وانجري للجينجفال تيشيو زي ما قلنا هذا هذا حادة وبنفس الوقت يعني بيعطينا قراءة خاطئة لانه ما بيوقفش عند ال ال الجنكشن بيخترق الجنكشن الابيثيليوم وبيخترق الكونكتيف اللي تحته وبيعمل لي بنتريشن وبعدين بيسجل لي قراءة خاطئة طيب خلصنا الجزء الاول اللي هي ادوات التشخيص الان نتكلم عن ادوات اخرى اللي هي ادوات السكيلينج الروت بليننج الكيروتيج والانسترومنتس وبنبدا نتكلم اول شيء على المانيوال انسترومنتس لو شفنا امامنا في الصوره احنا معانا خمس ادوات الخمس الادوات هذا لو ركزتم زي ما تكلمنا في اول تعريف لما قلنا انه يفرق بين كل اداه واداه اللي يفرق بينهم كلهم الايش الحكايه اللي هي التيب الوركينج تيب او الوركينج اند هي اللي تفرق لي بين كل أداة وأداة. بنشوف إنه كل واحد منهم مختلف عن الثاني. خلونا نتفرق كذا في الأول والبي. الأول والبي لو ركزنا عليهم إيش الفرق بينهم؟ أعتقد الفرق بينهم واضح. في واحد منهم نوعاً ما شكله زي الملعقة، الحواف حقه دائرية، ثن والثاني بينهم حاد من كل الأطراف، حاد في القمة، وغالباً يجي ثيك. طيب لو جينا بالعقل كذا والمنطق والتفكير، يعني نقول أي منهم ينفع الناس في تحت اللثة؟ وأي اللي ينفع أستخدمه فوق اللثة؟ ما فيش واحد عاقل او واحد يفكر بعقلانيه عاديه بيقو بيختار بيختار غلط، يعني منطقيا انه الجزء اللي هي الاداه الاولى اللي هي ايه؟ هذا طبيعي لانها ناعمه ولانها فيها راونديشن ولانها اصغر في الغالب فهي غالبا تستخدم تحت اللثه، علشان ما تعملش تروما اللثة لكن الثاني طبعا طبيعي ما افكر انها ما ينفعش تدخل تحت اللثه لانها بتعور لي اللثه. الاول نسميها الكيوريت والثاني نسميها السكيلر برضو في السي ودي وفي او اي e بنحصل ادوات شكلها مختلف بنتكلم عليهم كلهم بالتفصيل طبعا السي اللي هو الفايل والدي اللي هو السكيل التشيزل والاي اللي هو الهو اغلب هذه الادوات زي ما احنا شايفين ماخوذه من ادوات من الحياه الطبيعيه يعني مثلا الكيوريت هي ماخوذه من المغرفه اللي موجوده في الايش اللي هي موجوده في الحياه العاديه او الملعقه اللي هي المغرفه السكيل سكيلر زي ما احنا شايفين من السكال هذا اللي هو الشريف نفس الشكل نفس الخواص تقريبا الهو برضو هذا اللي هو على الشمال تحت برضو هي نفس الشكل هو حق المزرعة اللي المقرفة اللي نقرف فيها الحشائش والأشياء زي كذا والقش والأشياء الشبيهة التشيزل برضو مأخوذ من التشيزل اللي استخدم عند النجار آه بشكل كبير آه فهي الأدوات هذه حتى هي مسمى من أدوات موجودة في الحياة الطبيعية وهي نفس تقريبا استخداماتها هناك يعني هذه كل حاجة زي ما قلنا هذا آه تستخدم لغرض في الحياة العادية نفس الأغراض عندنا نستخدم في اللثة بس زي ما قلنا أدوات متخصصة في الكالكولاس والأشياء الشبيهة طيب بنبدا بالسكرس سكيلر. السكرس سكيلر زي ما احنا شايفين عباره عن اداه حاده عندها مميزات بتكلم عليها الان، السكرس سكيلر عنده زي ما احنا شايفين زي ما احنا مكتوب فلات سيرفيس السطح اللي فوق هذا اللي هو او اللي تحت اللي احنا الان بنشوفه تحت هنا هو فلات طبعا بعدين معاه كل الجهات تبعه حاده التو سايتس حق الاداه حاده حتى اللي تحت اللي اللي هي السطح السفلي الأداة برضو حاد التب حاد هذا طبعا تب سترونج كمان ما يحصل يمكن يستخدم لفترة ما ينكسرش فطبعا هذه الخواص كلها كونه حاد من كل الجهات كونه سترونج هذا يخليها الأداة المفضلة زي ما احنا شايفين عندنا هنا في الفانكشن انه يريموف السوبرا جينجيفال كالكولاس طبعا ممكن اننا احنا ممكن ندخل على السب جينجيفال كالكولاس اللي هو اللي هو شلو يعني اللي هو جنب اللثه ما بتدخلش تحت اللثه بيشيله من غير ما يعور اللثه فممكن يستخدم اذا هذا يستخدم مبدئيا عشان نعمل ريموف للسوبرا جينجفال كالكولاس وبعد كمان نعمل ريموف للشلو سب جينجفال كالكولاس طيب الاكشن الان الادوات اللي عندنا الادوات اللي عندنا في البريو اما نستخدمها بالبول اكشن او بوش اكشن يعني يا اما نحط الاداه تحت الكاركس مثلا ونسحبها او, أو انه نعمل بوشنج دفع دفع بنلاقي انه كل الادوات اللي بنستخدمها امامنا كلها تستخدم البول اكشن مع اداه مع أداة, اداه واحده اللي هي التشيزل اللي هي شكلها زي المفرس او شكلها زي الاداه حق الدقيان هذه كله بول اكشن كله تيجي من عند الكالكوس تبدا تسحب الا هذيك إذا هنا البول أكشن طبعا في معانا منه أنواع اللي هو ال... زي ما إحنا شايفين شوفوا الصورة الأمام على, ال... على اليمين شايفين كيف الأداة حادة من كل الجهات حادة من الجوانب حادة من تحت التب حاد فعشان كذا زي ما قلنا بيكون تروماتيك الز... الز... الزاوية مستقيمة يعني 90 درجة ما فيش في أي ميل بليد فا ال ال الستريت شانك طبعا فيما زي ما قلنا تتذكروا لما تكلمنا على حكاية إنه ممكن نفرق بين الأدوات حسب البوزيشن حق استخدامها وفقا للشانك. في معانا من السكيلر ستريت شانك تحصل الشكل حقه مستقيم وقصير وهذا معناه إنه بستخدمه في الإيش؟ في الانتيريور تيث وفي معانا الكونترا أنجل أو الكيرد شانك اللي نحصل عامل زاوية معينة ونشوف الصور هذا نستخدمه في البوستيريور. إذا زي ما تكلمنا قبل شوية بسبب تصميم هذه الأداة بسبب إنه حادة وبسبب إنه فيها مشاكل ممكن تعمل لنا مشاكل لو دخلناها تحت اللثه فممكن تعمل تروما اذا هذه الاداه تستخدم فقط للاستخد... في المنطقه السوبرا جينجيفال او الشالو ساب جينجيفال زي ما احنا شايفين امامنا الصوره هنا شوف حسب ما احنا شايفين انه في الصوره يمكن انه واحد يشيل الكالكولاس زي ما قلنا السوبرا او اللي هو شالو فقط ساب آه زي ما احنا شايفين معنا منه اكثر من شكل السكيلر ممكن يكون ستريت شانك ممكن يكون آه كونتر انجل آه واحد الانترير وواحد البوستيرير <applause> هذا الصور قدامنا برضو تبين لنا كمان استخداماته زي ما احنا شايفين ممكن يستخدم طبعا للبكل زي في الميزيال في الديستال في اللينجوال في كل مكان قلنا القاعدة الرئيسية سوبرا جنجبل أو شالو ساب جنجبل لكن ما ينفعش إن أدخل في الديب ساب جنجبل خالص وفي ناس كثير واخذين النص هذه الأداة وهذه هذه مشكلة نلاقيها عند ناس كثير الدكاترة كثير يقول لك لا هذا يستخدم ميزيا ودستال في الحاجة اللي هي انتر فقط شيل كالكوس انتر بروكزيما. لا انت قادر تستخدمه في اي مكان بكل لينجوال غيره طالما انك داخل ملتزم مش داخل ديب ساب جنجبل الأداة الثانية وهي الأداة الأكثر شيوعا أكثر تنوعا أكثر استخداما هي أداة الكيوريت الكيوريت طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة أمامنا أو زي ما شفنا في البداية عبارة عن أداة عندها الجوانب فقط هي السايدات اللي هي اليمين والشمال هي اللي هي الكاتنج لكن بالنسبة لظهر الأداة أو قاع الأداة والتب هذه عبارة عن مناطق هي راوندد اذا عند راوند تب مجرد تو كاتنج ايدج الاداه كلها بشكل عام كراوند فهي اداه تكون طبعا امنه اداه ما فيهاش اي خطوره طبعا بشكل عام حتى الكيوري تيجي بالثيكنس فاينل عن كيلر اذا فاينر كاتنج ايدج في جوانب فقط مش في التب هذا كل الاشياء طبعا يخليها الاداه المثاليه انها تستخدم سب هي الاداه الاكثر تنوعا اقدر استخدمها طبعا في في الديب بوكيتس بتعمل لي اقل شيء اقل تربه ممكنه. طيب اذا ايش او ما هي الفانكشنز اوف كيوريت؟ زي ما قلنا هي تعتبر الانسترومنت اوف شويس لازاله الديب سبجنجفال كالكولاس زي ما تتذكروا قبل شويه لما تكلمنا قلنا انه ال السكيلر كويس واداة كويسه جدا لكن فقط فين في السوبرا جينجيفال او الشالود سبجينجيفال لكن هذه تستخدم للديب سبجينجيفال جينجيفال كاركولاس نستخدمها كمان للروت بليننج نستخدمها كمان لازاله زي ما تكلمنا لو في عندي سمنتم تعبان نكروتك نشيله وكمان علشان نعمل ريموفينج للسوفت تيشيو لايننج اوف بريدونتال بوكيت اللي هو مع العمليه نسميها كورتيج آه الآن أنا أشتي أوصل لكم فكرة معينة وفي مثال دائما أضرب طلابي أنا الآن لو عندي اثنين أصحابي، اثنين أصحابي مثلا ون- مثلا علي ومحمد زي ما اتفقنا دائما نضرب أمثال، اختلفوا علي ومحمد، أوكي؟ وقعت بينهم مشكلة اختلفوا، وأنا كواحد صديق لهم مشترك فحاولت أصلح بينهم، أنا هذاك الوقت رحت لعند علي فقط، تمام؟ وقال له رحت لعنده يعني ومحمد يحبك ومحمد ما عندهش مشكله ولا الموضوع كان خلاص وفاهم مش عارف ايش خلاص سامح ارجعوا الـ 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 انسى الموضوع وخلاص ترجعوا زي ما كنتم انا راح اتكلم علي لكن ما كلمش محمد اوكي علي طبعا اول ما يجي عند محمد بدا يتعامل معه طبيعي على اعتبار انه صديقهم الثالث صلح بينهم يمكن محمد لو هو طيب مثلا بيتقبل الصلح من علي الكلمه من غير مشاكل بحكم بس الاحراج لكن بيظل في مشكله ليش لانه محمد محمد اصلا انا برضه كمان ما حاولتش ان انا اوضح له ايش المشاكل اللي كانت وايش عذر علي فما حاولتش برضه اصلح الموضوع من جهته انا صلحت الموضوع من جهه علي ما صلحتوش من جهه محمد فحتى لو رجعوا لوقتهم لبعض في الفتره هذه بيظل محمد محتقن من داخل بيظل زعلان بيظل عنده مشكله في الموضوع مع اي مشكله جديده بترجع الامور زي ما كانت اسوء لكن لو قلت انا اصلحت الموضوع من الجهتين رحت لعند علي وصلحت الموضوع ووضحت له كل شيء ورحت لعند محمد عملت نفس المشكله ونظفت اللي بينهم تماما واصلحت اللي بينهم تماما فلما بيرجعوا بيرجعوا على صفاء وعلى كل شيء طبيعي وبتدوم العلاقه بينهم طيب يا دكتور ايش علاقة المثل الغريب العجيب هذا بالفيلم اللي بنتكلم عليه الان؟ ايش علاقته بموضوع الكيوريت والكيوريتيج؟ الان لما اجيت في الرجل البوكيت اللي حصل معي نتيجه حصول انفكشن في معي علاقه بين سطحين رئيسيين في الابيثيليوم الكونكتيف تيشو اللي موجود من جهه واللي حصل له انفلاميشن وحصل نيكروز للابيثيليوم والجهه الثانيه الروت اللي حصل فيها الكالكولاس وحصل فيها النيكروز للسمنت الان انا لما اجي انظف فانا اقوم اشيل الكالكولاس من فوق سطح من الروت عملت بالروت بلينج اشيل الكروتكس منتا واخلي الروت آه كويس آه سموث في الجهه الثانيه انا عندي في الابيثيليوم حصلوا حاصل حصلوا انفلاميشن انا لو اشتي اعمل ري اتاشمنت من جديد اعيد العلاقه زي ما كانت لازم برضه زي ما ارضيت الروز ونظفته بشكل كويس لازم ارضي الثاني لازم ارضي الجهه الثانيه اللي هي جهه من جهه الكونكتيف او, أو الابيثيليوم فلازم زي ما هذا نظفته وخلي شلت الكالكولاس وبعد النكروتك لازم هنا كمان ان انا اعمل حاجه نسميها كيوريتيج ان انا بحول الجهه القاطعه للجهة او الجهه اللي هي تشتغل الكيوريت باتجاه الابيثيليوم آه وبعمل له اكثر من مسحه طبعا أعمل عامل سبورت بيدي من خارج واعمل زي سكرابنج من الابثيليوم من من ال... من من جهه السكر الابثيليوم بحيث اشيل اي ديسيزد جانكشن الابثيليوم او السكر الابثيليوم يتكون لي هيلثي ابثيليوم جديد ولما يجي يرتبط يرتبط بشكل كويس جدا يحصل يعتشاشات محترم اذا زي ما قلت ما بين علي ومحمد انا اصلح بين الاثنين اصلحت بين الاثنين فخليت العلاقه ترجع بينهم قويه هنا كمان انا بنظف من جهه الروت ومن جهه الابثيليوم عشان لما يحصل اتاتشمنت يحصل اتاتشمنت نظيف وجديد ان شاء الله تكون وصلت الفكره اذا الكيوريت هو الاداء اوف تشويس انسترومنت اوف تشويس لموضوع زي ما تكلمنا اللي هو السكيلينج الروت بلينينج والكيوريتيج وطبعا في منه نوعين النوع الاول نسميه اليونيفرسال اللي هو النوع الاكثر استخداما او النوع اللي هو استخدم بشكل كبير وفي الاسبيسيفيك اللي هو جريسي طيب احنا قبل ما ندخل على البعدها. طيب يونيفرسال ايش معناها هل معناها انه يستخدم في اليمن وفي مصر وفي العراق وفي سوريا وفي الصين وفي اليابان وفي تركيا وفي امريكا وفي هل هذا معناها يونيفرسال كذا ولا معناها كلمه ثانيه لا كلمه يونيفرسال معناته انه يستخدم في اكثر من مكان في... في... في في الفم، يعني انا ممكن استخدمه مثلا في آه مثلا في المنطقة منطقه المولرز منطقه الانسايزرز منطقه السنترالز مجرد تحوير في مسكه اليد يمكن خلينا نستخدمه في الفم كله على بعضه بيحتاج ان 32 سنت لكل الاسطح اللي موجوده معانا يعني معانا 128 سطح يمكن نحتاج اربع ادوات فقط لكن اريا سبيسيفيك من اسمه معناته اريا سبيسيفيك معناته انه طبعا جريسي هذا الاسم الاخر له اللي هو اسم العالم اللي عمله آه، معناه انه غالبا انه الاداه الواحده تستخدم لاسطح محدوده فتقريبا نحتاج 18 اداه حاليا وصلت 18 اداه عشان نغطي الفم كامل زي ما احنا شايفين في الصور قدامنا اللي فوق هو اليونيفرسال اللي هو في الصوره العليا العليا اليمين واللي تحت اللي هي في الصوره اليمين في الاسفل هذا الجريسي زي ما احنا شايفين لو ركزنا على الصوره بنلاحظ انه الفرق في زاويه الكاتنج ايدج بالنسبه لتشانج يعني الان اليونيفرسال بنلاحظ انه الـ الـ لو جينا نتفرج انه الكتنج ايدج جاي بزاويه 90 يعني بالضبط يعني ما فيش اي ميل يعني لو جيت تتفرج الادام من الجنب من اليمين او من الشمال بتشوفها نفس الكلام الزاويه مستقيمه الملعقه مستقيمه ما فيش فيها اي فرق لكن لو جينا نتفرج لل لل الثانية اللي هو الجريسي لا في ميل شوية تحس انه البليد مايل شوية لجهة معينة فيخليه هذا الموضوع لو جينا نشوفه من الجهتين مختلف الموضوع من لو جينا نشوفه من اليمين بنحس انه صفحة الصفحة اللامعة المصقولة هذه اللي اشتغل فيها واضحة ولو جينا نشوف من الشمال بنشوف انه احنا نشوف ظهر الاداة لكن في اليونيفرسال من الجهتين تشوف نفس الجهة اذا في اليونيفرسال في الجهتين الثنتين الجهتين شغالات الثنتين الجهتين اكتف عشان كده زي ما قلنا قادر نشتغل بالجهتين عشان كده نقدر نستخدمه في اكثر من مكان لكن الجريسي لا جهه واحده اللي شغاله والجهه الثانيه باسف تماما عشان كده استخداماته اقل سطح واحد هو اللي شغال فعليا بس هذه يعطيه ميزه كونه عامل هذه الزاويه يخليه يحتضن السن بشكل افضل واقوى ويعمل تاثير افضل اذا جيبنا هذا السؤال الثاني ما هو الافضل الافضل هل هو ال الجريسي ولا اليونيفرسال؟ هذا السؤال فيه خلاف، ما فيش في الكلام في المنطقة هذه يعني اتفاق. ليش؟ أنا بسألك سؤال، أنا لو عندك أنت الآن صاحب مشروع وتشتي تجيب تفتح مركز أسنان ومعك تشتي خيار بين اثنين، طبيب متخصص في مجال معين بنسبة 100% عنده إبداع في الموضوع هذا 100% ولا قول تقويم مثلاً. وباقي التخصصات 50 50 50 في البريو 50% مهارته في الكراون في الاوبراتيف في الاندو ومعك طبيب ثاني مش 100% في الـ في الـ في الـ في الارثو مثلا لكن في باقي التخصصات 80 80 80% ابداعه او او تمكنه. هل بتختار انت انه الدكتور هذا اللي هو متخصص أو قوي ممتاز في, في الارثو وفي الباقي المتوسط ولا اللي هو جيد في الكل؟ هو طبعا في وجهة النظر لكن انا شخصيا بختار اللي هو آه الـ الـ اللي هو متقن في الكل حتى لو بنسبة أقل 80 أو 75 في المئة لأنه بيغطي لي كل شيء هذا هو الحاصل اليونيفرسال هو تقريبا أربع أدوات تقدر تتصرف فيها وتغطي كل شيء صحيح إنها لن تكون مثل بمثل تمكن ودقة الجريسي في كل منطقة لكن الجريسي زي ما قلنا أكثر من أداة فطبعا الاثنين هم مطلوبين جدا والمفروض يكون عندك في العياده وطبعا في العياده عندي افضل ان اجيب الاخصائي واجيب الطبيب العام المبدع لكن اذا كان الخيار بين الاثنين انا شخصيا بختار ان يكون طبيب عام يشتغل لي كل شيء بنسبه 70 80% احسن ما يكون استشاري طالما ما عنديش خيار بينهم الاثنين لكذا احسن ما يكون عنده مثلا واحد او تخصص 100% والباقي ضعيف هم الاثنين مفيدين كل واحد وفائدته لكن تكلمنا عن فائده كل واحد بالنسبه للاخر طيب هذا الان بيوصلنا لحكايه هل نوعيه الاستروكس في السكيلينج وروت بليننج متشابهه؟ هل انا طريقه استخدامي الأداة في السكيلينج وروت بليننج متشابهه؟ لا طبعا. السكيلينج احنا نتكلم على ايش؟ إنها اتعامل مع كالكولاس هارد ملتصق بشده فيحتاج ضربات اقوى وايش واقصر. احنا لما نيجي نمسك الكيوريت نحطه تحت الكالكولاس لازم تكون ضربات شورت باورفول وبريسايز يعني ضربات سريعه قويه تقدر متتاليه نقدر دقيقه نقدر نشيل فيها الكالكولاس من غير ما يكون في مقاومه شديده الغرض زي ما قلنا احنا نشيل الكالكولاس من الروتوث لكن في روت انا هنا وضعي مختلف هنا انا خلاص شليت الكالكولاس باقي معي روت في نفروتك سمنتان في سمنتان ضعيف لو اجيت اقوم استخدم شورت باور فول ستروكس فممكن اعمل تروما للسمنتم اللي موجود واعوره لا هنا احنا بنبدا تكون ضرباتنا مختلفه بتكون لونج لايت اند ايفن يعني كاننا ايش امسح تمسيح انعم تنعيم زي كانه معك بس شويه خشونه تنعمها فتيجي من تحت من الابيك اريا وتعمل مساحات طويله كذا وتكون لونج ايفن طويله ومنتظمه ما يكونش فيها ضغط كثير مجرد تمشي في مثلا السطح كله تقسمه على ست او ثمان خواطات او ستروك اكثر من ستروك لحد ما تحس ان الروت ناعم لكن ما نستخدمش معه القوه في هذه المنطقه لانه بنشيل السمنتم وبنعمل حساسيه. طيب في ازاله الكالكولاس في حاجه نسميها تشيلنج التشنلينج معناته ايش؟ معناته ان انا اشيله باكثر من ضربه. آه في معانا ادب بتكلم عليها بعد شويه اللي هي الهو واللي هي من ميزاتها انها تقدر تشيل اكبر قطعه من السمنت من الكالكولاس لكن في الـ في الـ في الغالب انا لما اجي اعمل احاول اشيل تشال معي بشكل قطع فانا مش اول ما اجي تطلع معي قطاع اعتقد اعتبر اني خلصت لا انا ابدا اشتغل وبعدين امشي شويه مثلا انا بدات من الميزيال امشي شويه باتجاه الديستال احاول اطلع اللي وراها اللي وراها اللي وراها اذا زي ما قلنا نشيله بشكل نسميه شانلنج علشان ما بالاخير ما نسيبش السطح كامل الا بعد ما نكون تاكدنا انه قد شلت كل حاجه تقريبا يعني مش فقط تشوف شويه هي من 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 الحاجات اللي تميز يريد انه ما يطلعها قطعه واحده فلازم نمشي بهذه الطريقه. طيب الان لما اتكلم على كيفيه ادخال البليد في التوستيرفيس، الان هذا آه البليد اللي قدامنا في الصوره، الان حكايه انه آه هل تدخلها بصفر زاويه؟ يعني هل هل بتكون يدك؟ انت تركز على كيف واحد بيقول لي يا دكتور كيف انا ادخلها بصفر زاويه؟ قفل الاداه مع السن يعني انت لما تقول صفر زاويه معناته او صفر درجه معناته انه يدك تكون تقريبا فوق السن مباشره يعني ما فيش اي انفراج اي انفراج ما بين الاداه نفسها وما بين سطح السن هل الزاوية الصحيحة هي صفر بحيث تكون تقريبا يد الأداة تقريبا ملتصقة بالسن ولا في زاوية بسيطة أقل من 45 ولا زاوية أكبر ما بين 45 و 90 ولا زاوية منفرقة تماما اللي هي أكثر من 90 هذا السؤال دائما اساله واغلب الطلاب يجاوبوا صح اللي هي ايش هي الزاويه الصحيحه في ناس يعني يختاروا 45 الى 90 يقول لك هذه الزاويه اكثر وفي ناس يقولوا اقل من 45 فهذه طبعا الخلاف في المنطقه هذه لكن الاغلبيه يختاروا الاجابه الصحيحه واللي بنشوفها في, في السلايد اللي بعدها زي ما احنا شايفين الزاوية الأولى اللي هي الزاوية الصفرية اللي هي المقفولة تماما هي الزاوية اللي تستخدمها في البداية عشان تعمل انزيرشن للإيش للإنسترومنت تدخلها بشكل الأداة منقفلة تماما تقدر تدخلها من غير ما تعمل تروما آه الزاوية اللي هي 45 ل 90 هي الزاوية الأصح هي الزاوية اللي هي المفروض تستخدم يعني هي تفتح الأداة نسبيا أكثر من يعني ما بين الزاوية القائمة والزاوية الحادة آه هذه الزاوية اللي تقدر تعمل كاتش بشكل كويس الكالكولاس وتطلعه من غير ما تعمل لي مشاكل زاوية أقل من 45 اوكي بتمسك شوي الكالكولاس لكن لما تيجي تسحب تعمل بول اكشن عشان تطلعه ما بتشيلوش بالكامل عادة ممكن تعمل تشيل جزء منه وتعمل آه سموثنج للباقي فيظل موجود على سطح الروت هذه الزاويه ممكن تستخدمها البلاك ريموفر بحكم انه البلاك سوفت فما فيش مش مشكله لكن ما تقدرش تستخدمها الكالكولاس ريموفر طبعا الزاويه 90 هذه اكثر من 90 هذه زاويه تتوجه الاداء الجزء الحاد من الاداء باتجاه اللثه وغالبا بتعمل تروما اللثه ما لم تكون قاصر انك تستخدمها زي ما قلنا قبل شويه للكيورتيج وهذا شيء اخر لكن الكالكولاس هذه زاويه خطا زي ما احنا شايفين كمان الكيوريت في هذه الصوره ممكن تستخدمه لكل مكان بكال لينجوال ميزيا ديستر كل مكان بس هذه ممكن تحطها داخل الجنجبة داخل البوكت من غير ما تكون قلق خالص من اي تروما هي ليست كثير عن لو استخدمنا اي اداه اخرى طيب اذا زي ما تكلمنا في البدايه في عندنا يونيفرسال كيوريت وفي عندنا اللي هو الاريا سبيسيفيك زي ما احنا شايفين الان امامنا اليونيفرسال كيوريت هي الأداة اللي قلنا بتكون البليد حقها أو التب حقها بزاوية 90 مع الشانك لو جينا نشوف زي ما الصورة اللي تحت هنا أمامنا الصور لو شفت الصورة من اليمين أو من الشمال الأداة لو جيت تفرقها من الجانب يمين أو شمال فبتشوف في نفس الشكل تقريبا بتشوف انه جانب الاداه لكن الجزء القاطع مش موجود هذا زي ما قلنا هي ممكن ندخلها في اكثر مناطق الدنتشن مجرد بس تغير وضع يدك وضع الريست وضع الفالكورام البوزيشن هذا كله فطبعا معانا انواع مختلفه منها معانا سيستم مختلفه لكن احنا ممكن السيستم الواحد فيه أربعة قطع ممكن تكفي للفم كامل. تمام اذا زي ما قلنا الفيس اوف ذا بليد 90 درجه للور شانك لما نجي نشوفه من الكروس سكشن. في معانا اكثر من سيستم زي ما قلنا الاشهر اللي هم كولومبيا كيوريتس اللي منه 2 ار و2 ال و4 ار و4 ال اربع ادوات او البارن هارت اللي هو في منه 1 2 5 6 زي ما قلنا ممكن واحده من الادوات هذه نستخدم فيها كوادرانت كامل مثلا واحد نستخدمه مثلا الابر رايت كامل وواحد اللور ليفت كامل وواحد للابر ليفت وواحد للور رايت وبهذه الطريقه نكون مقفلين الفيلم الشغله كلها باربع ادوات اذا زي ما احنا شايفين هنا الكي الكيوريت ممكن زي ما احنا شايفين طبعا في الصورة اليمين راوندد آه, من التب راوندد من الاسفل مع الجهتين هم اللي هم شارب اللي نشتغل فيهم وزي ما احنا شايفين في الصورة الشمال ممكن ندخل تحت الجنجبة من غير اي مشاكل وننظف من غير اي مشاكل صوره اللي ما يتخيله اطباء الناس عن اطباء الاسنان آه, النوع الثاني اللي هو الاريا سبيسيفيك كيوريت آه هذا طبعا زي ما قلنا من اسمه اذا هو مختص في مناطق معينه يسمى ايضا جريسكيوريد زي ما احنا شايفين في الصور اللي على اليمين الفيس اوف ذا بليد بيجي تقريبا بزاويه 60 الى 70 درجه آه الى اللور تشانك وزي ما شايفين في الصوره اللي تحت هذه بنلاحظ ان احنا لو شفنا من جهه معينه بنشوف الفيس اوف ذا بليد لكن لو جينا نتفرج من جهه ثانيه بنشوف الباك اوف ذا بليد مش زي اليونيفرسال اللي هي من الجهتين من نفس المشهد طبعا هذا تكون اكثر تخصصا في مناطق معينه نحصل الحاجه اللي هي يعني لما تشتغل على الميزيا ما ينفعش نشتغل فيها على الديستال اختها تشتغل على الديستال الحاجه اللي تشتغل على البكل ما ينفعش نشتغلها على اللينجوال ممكن نعمل حاجة نسميها الفيس ميرور كيف يعني؟ يعني أنا الحاجة اللي بتشتغل لي على البكل ابر بتشتغل لي على ال البكل ابر رايت ما بتشتغليش على اللينجوال ابر رايت لا لي فين على اللينجوال ايش؟ ابر ليفت شوفوا العكس يعني هي اشتغلت لي على البكل ابر رايت لي على البكل ابر, أبر ليفت في الجهة الثانية تمام طيب لو تحت اشتغلت لي على البكل ابر رايت لي تحت على اللور لينجوال رايت يعني الاتجاه نفسه بس غير من بكال لينجوال لو نفس البكال غير من رايت right وليفت هذه نسميها اللي هي الميرور ايمج فزي ما قلنا لكن ما تقدرش تستخدمهم بنفس المكان يعني اللي هو البكال رايت ابر ما تقدرش تستخدمه لينجوال رايت ابر اللي هو ميزيال الأبر ما تقدرش تستخدمه ديستال ابر فاتمنى تكون وصلت الفكره فهي هي مجموعه هنا كبيره طبعا زي ما قلنا هي تعتبر مخصصه لسبيسيفيك اناتوميك ارياز في معاها موديفيكيشنز كثيره هي طبعا الافضل لاستخدام في السبجنجفال والسكيلينج وورد بليننج لان تعمل البيس ادابتيشن بس زي ما قلنا نحتاج الى مجموعه كبيره عشان نغطي الفم طيب اذا زي ما قلنا هذيك الزاويه في اللي كانت 90 درجه هنا من 60 ل 70 في معانا منها اكثر من نوع في معانا نوعين برضو رئيسيين نسميهم الرجد جريسي والفينشن جريسي الريجد بنحصلها اكبر حقها اكبر سترونجر الشق حقها ليس فليكسيبل عشان كده تستخدم مع الكالكوس لما تكون قطع كبيره وشي بالبدايه في معاه النوع الثاني نسميه الفينشن يكون هذا عدد اصغر ادق وهذا غالبا نستخدمه لما يكون معانا حاجات بسيطه او شيء نعمل او روز طيب هذه الان الل... المجموعه التقسيمه اللي 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 هي حق الجري سكيوريت طبعا الجري سكيوريت بشكل عام البريدونت انسترومنت بشكل عام خاص والاغلب ادوات الرسم بشكل عام ممكن تيجي وان اندد او دبل اندد سنجل اندد او دبل اندد السنجل اندد شفته حتى حتى ادوات الميكانيكي العاديه لما انت لو انت جالس بورش وشفت العم المعلم يدعي الولد فبيتحصر يقول له هات المفتاح رقم 12 هات المفتاح رقم 13 عندنا في اليمن نسميها البانه هذا البانه رقم 15 ولا هات 11 12 يعني ايش هنا الفرق؟ الفرق انه مفتاح رقم 14 يعني اداه واحده مقاسها 14 لكن هات 13 14 من جهه 13 ومن جهه 14 فهي نفس الكلام عندنا هنا ممكن نحصل انه الادوات هذه 18 اداه مختلفه كل واحده برقم واحد مثلا نحصل رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثه رقم سبعه رقم 10 او نحصلها دبل اندد بحيث انه الواحد واثنين هذه اداه واحده من جهه واحد من جهه اثنين ثلاثه اربعه اداه واحده وهذا الكلام اذا هذه طبعا الافضل بحكم انه يعني اداتين في اداه واحده وتوفر عليك أه, طبعا أه, بنحصل انه الادوات اللي هي واحد واثنين وثلاثه واربعه هذه بنستخدمها في الانتريال في الاسنان الاماميه حتى الكناين الفايف والسكس هذه بنستخدمها في الانتريال تيث والبريمورز كمان آه ال7 وال8 طبعا وال9 وال10 هذه بنستخدمها في البوستيرير تيث في الفيشيال واللينجوال زي ما قلنا السبعه والثمانيه يمكن استخدمها في الفيشيال مثلا رايت right. استخدمها لينجوال في الليفت والتسعه والعشره نفس الكلام كان استخدمها هذيك في جهه في جهه عشان كذا هم مكتوبين مع بعض آه 11 و12 هذا بستخدمهم في البوستيرير تيث اللي هي المولاس لكن اللي هم ايش الجهه الميزيال اقد ما اقدرش استخدمه في الديستال خالص اما 13 و14 فانا استخدمهم طبعا فين في الديستال يعني هذا 11 و 12 بستخدم الميزيال لكن ما اقدرش استخدمه في الديستال خالص اما 13 و 14 بس بستخدم بيتم استخدامهم في الديستال 15 16 هذه طبعا الادوات الاوليه كانت 13 و 14 بس 15 و 16 هذه عباره عن موديفيكيشنز اجت بعد كذا اذا أه زي ما قلنا ال 15 و 16 هي تعتبر موديفيكيشن لل 11 و 12 خلوها الشانك اطول شويه فتوصل لمناطق ابعد شويه اما 17 و 18 فهي زي ما قلنا موديفيكيشن 13 و 14 وزي ما قلنا زي ما في دبل اندد جري كويت في معارس كمان سنجل اندد نفس الكلام بس الفارق انه كل اداه هي كانت زي ما قلنا في البدايه 14 اداه هي الرئيسيه اللي بعدين ال 15 16 17 18 هي ادوات اضيفت فكانت كل اداه اداه منفصله فعددهم 14 اداه زي ما احنا شايفين هذه قدامنا تشكيله كامله يعني تحصلون انتم بتتبعوا هذه التشكيله وتحصلوا 1 2 3 4 5 6 7 3 8 هذه طبعا قدامنا هي المجموعه اللي هي اليونيفرسال اللي هي الكولومبيا والبرنهارت وبنلاقي كمان تشكيله كامله زيها من اليوناني تمام هنا في ملاحظه في ملاحظه انه رغم ان هذه الادوات هي استخدمت طبعا عشان تكون في سبيسفيك اريا لكن برضه الانسان المتمرس والخبير ممكن يخلي يده بوضع معين يستخدمها مكان ثاني، يعني هي يعني مصنوعه عشان بريمولرز ممكن ان انا اخلي يدي بزاويه معينه استخدمها شويه في, في السكس مثلا، ممكن هي مصنوعه لل لل مثلا للانسايزر برضه بزاويه معينه اخليها تستخدم معايا في في الشيء القريب اللي هو كناين. لكن كل ما كانت على سنها اللي هي مصنوعه له كل ما كان تاثيرها اقوى وشغلها ادق. في معانا باقي موديفيكيشنز يعني الان كمان في موديفيكيشنز ثانيه اللي هم حاجات ثانيه عملوها بعدين. هم جاوا بعدين شافوا انه في مناطق ما اقدرش انا اوصل لها، في مناطق بعيده عليا. فقاموا ايش عملوا؟ قاموا عملوا حاجه سموها اكستندنت شانك يوريتس اللي هو من اهم امثلتها هي افتر فايف. <متحدث> هذا اكستندن شانك طوروا الشانك تقريبا 3 ملي خلوا الشانك اطول 3 ملي فهذا سمح انه تعمل اكستنشن اكثر الى المناطق اللي هي ديب آه، 5 ملي او اكثر وطبعا خلوا البليد برضو لانه كل ما دخلت ديب في البوكيت كل ما كان البوكيت اضيق فخلوا البليد نفسه اثنت شويه وجدوا بعدين بعد فترة انه برضه في مناطق صعب انها تدخل بالبليد الحالي حتى مع التصغير فقاموا عملوا حاجة ثانية سموها الميني بليد تيوريتس والاسم الاشهر منها والصناعة الاشهر منها يسموها الميني فايف هذه طبعا تقريبا البليد حقها نصف البليد الطبيعي حق الافتر فايف فهذا سمحت لهم انهم يدخلوا بشكل افضل يعملوا يدخلوا لداخل الديب بوكيتس النارو بوكيتس الفركيشنز هذه المناطق بشكل اسهل بكثير بعدين بقيتوا برضو انه في مناطق لازالت اضيق واضيق فتحتاج بليد اصغر فعملوا حاجة اصغر كمان صغروا بليد كمان بنسبة 20% من الميني 5 وسموها المايكرو ميني بليد او سموها المايكرو ميني 5 كيوريز زي ما احنا شايفين هنا زي ما انا عامل لكم هنا في الصوره شايفين اللي هو اول وحده على اليمين هذه هذه اللي هي الاداه العاديه شايفين طول الشانك كيف قصير ميزوا بينه وبين اللي جنبه اللي جنبه لو ركزتم انه الشانك حقه اطول هذا اللي هو الافتر فايف او او الاكسيدنت شانك وركزوا البليت كيف كانت طويله في اول حاجه صغروها شويه شوفوا صغروها شويه في اللي هي اللي هي الافتر فايف يعني خلوا الشانك اطول وبنفس الوقت خلوا البليت اصغر شوفوا الثالثه اللي على الشمال هذه لا هذه اللي هي الميني فايف او الميني الميني بليد هذا شوفوا الشانك برضه طويل تقريبا لكن الاهم هنا مش الشانك الاهم انه البلايد اصبح اصغر واصغر ركزوا على الاسهم هنا هذه ممكن تدخل فيها بشكل احسن الصوره على الشمال هي المقارنه ما بين الافتر الـ الـ الميني 5 والمايكرو ميني 5 او الميني بليد او المايكرو ميني بليد شايفين كيف فقط البليد صغيره جدا جدا وممكن تدخل في اضيق المناطق خلونا نشوف الصورة هذه اللي أمامنا الآن، هذه الصورة هي الجريسي افتر فايف، ركزوا الآن على البليتس حق الصورة هذه علشان نشوف بعدها الجريسي آه ميني فايف كيف الفرق بالبليد بتحسوا إنه في فرق بالبليد وممكن تقلب الصورة بالفيديو تروحوا ترجعوا بينهم بتحسوا إنه في فرق باين إنه البليد حق الثانية أقصر، شوفوا الآن لما أقرب الشريحة مباشرة كيف بتكون في فرق بالبليد. اعتقد واضح الان زي ما قلت لكم انتم بتقدروا تروحوا ترجعوا بالصوره بين الثنتين بتشوف انه في فرق واضح هذه اللي هي الميني 5 البلايد حقها اقل او اصغر من الافتر 5. طيب معانا باقي كم اداه بتكلم عليهم قبل ما نخلص الجزء الاول من هذه المحاضره اللي هو الجزء الاطول آه اللي هي الهو سكيلر الهو عباره عن اداه طبعا لو ت... لو احنا مركزين تتميز بشيء فيها التب حقها عامل زي الخطاف كذا في كيرف زي في اخر الأداة هذا الكيرف عامل زي الخطاف الاداه هذه ميزتها انها تعلق تحت الكالكولاس وتكلبش فيه وتقدر تطلع لي الكالكولاس بشكل ايش اصل آآ آآ يعني شكل قطاع كبيره شكل ليجيز او رينجز فطلعه بشكل اكبر انا شخصيا من اللي ابدا استخدم الهو يطلع لي بشكل كبير وبعدين البقايا زي ما قلنا ممكن نتكلم فيها ونشيلها بالكيوريت ونعمل سموثنج بالكيوريت كل شيء طبعا الاداه هذه هي تستخدم كبول اكشن يعني للان زي ما قلنا كل الادوات اللي تكلمنا عليها هي بول اكشن ما عدا بعدين التشيز اللي بتكلم عليه في الاخير هو الوحيد اللي هو بوش اكشن طبعا هي هذه الاداه اصلا سبجنجبل لكن ممكن سب جبل وهذه قاعده عامه اي اداه ممكن تستخدم صبرا ممكن تستخدم صبرا من غير مشاكل، لكن مش أي أداة تستخدم صبرا ممكن تستخدمها صب، يعني ما ينفعش نستخدم تستخدم سكيلر سب جينجيفال ديب، ما ينفعش إني أستخدم التشيزل سب جينجيفال، ما ينفعش أستخدم أي أداة حادة تحت، لكن ممكن أستخدم الكيوريت صبرا عادي، ممكن أستخدم الهو صبرا عادي، فهي صب أصلاً لكن ممكن تستخدم صبرا، طبعاً هنا عندي زاويتين، الزاوية الأولى هي زاوية 99 درجة، والزاوية الثانية 45، زاوية 99 هذه زاوية اللي هي آه البليد الاخيره بالنسبه للشانك يعني الكيرف اللي قلنا عليه هذا او البنت اللي قلنا عليه او الخطاف اللي قلنا عليه تقريبا بزاويه 99 بالنسبه للشانك مش زاويه حاده بتكون تروماتيك ولا زاويه مفرقه بشكل كبير بتكون تنزلق هذه الزاويه تقريبا شبه قائمه تمسح تسمح تعمل, تعمل شانك بشكل كويس واما الزاويه الثانيه 45 درجه هذه زاويه الكيتنج الحافه القاطعه حق البنت في الاخير هذه او القصه هذه زاويه 45 عشان تكون حاده وتقدر انها تشيل الكالكولات بشكل كويس. آه، الاداه هذه سلايتلي بود، ايش معنى سلايتلي بود؟ يعني فيها شويه انحل في شويه تح... تقوس بسيط انحناء بسيط لو ركزنا على الصوره اللي امامنا التقوس هذا يخليها تعمل تو بوينت كونتاكت يعني يمسك في نقطتين النقطه الاولى اللي هي حق البليد اللي شفناها اللي نشوفها تحت عند منطقه الروت هذه اللي تمسك تحت الكالكوس تطلعه والنقطه الثانيه تعمل كونتاكت عند الهايت اوف كونتور او الكونفرجنس اريا حق السين المنطقه المنتفخه بحيث انها تعمل زي السبورت فلما اجي اسحب واطلع ف ف يعني تكون تعامل سبورت كويس من غير ما يعني تروح علي الاداه الباك حق الانسترومنت ظهر الانسترومنت زي ما احنا شايفين في الصوره اللي هو على اليمين عند اللثة بنشوف انه ظهرها سموث راوندد فما يعمل ليش اي تروما عشان كذا ممكن نستخدمها تحت اللثة من غير اي مشاكل الاداه الرابعه اللي بنتكلم عليها ونسميها التشيزل التشيزل اللي هي زي ما قلنا شكلها زي الزميل او المفرز زي ما احنا بنسميه باليمن عندنا هذه الاداه طبعا ناس كثير البداية يتكلموا غلط وكثير من المعدين يكلمون طلاب غلط انه هذه نستخدمها في آه نشيل الكالكولاس اللي هو آه سوبرا جنجبال ونستخدمها بطريقه طبعا هم في المعلومه يجيبوا نوع صح نص خطا يقولوا بوش صح اوكي بوش لكن ما ينفعش نستخدمها في البكر بهذه الطريقه لانه الاداه هذه اداه حاده ولما اجي انا اعمل مثلا اقوم آه اعمل بوشنج للكالكولاس من, من جهه الكراو الرود عشان نشيله مثلا فممكن تنزلق علي وبنفس الوقت تعمل لي تروما هذه الاداه هي فعلا تستخدم السوبرا جينجيفال وتستخدم الساب لكن المكان الرئيسي تبعها البروكسيمال سيرفيس يعني انا شفته لما تنزل الانتر دينتال بابيلا وتعمل لي فراغات بين الاسنان ويكون في الفراغ هذا مغلق مغلق بالكالكولس هنا يمكن ممكن احط استخدمها باقي من الباك اريا او الليبي اريا وبحط الاداه هذه اخليها تمسك في في الميزيا الاريا او الدست الى السين واعمل بوشينك فادفع بالكالكوس من الجهه الثانيه حتى لو راح عليا مش مشكله هو اصلا ما فيش بابيلا هو شرطه اصلا ما يكونش في بابلة فبيده في الخارج بيطلع الكالكوس من الجهه الثانيه هذه الطريقه الصح للاستخدام اما غير كذا فبتكون تروماتيك ممنوع استخدامها طبعا على الروت تماما لانها حاده جدا وممكن تعمل لي تروما للروت اذا هذه الاداه الوحيده اذا هذه الاداه الوحيده اللي تستخدم كبوشنج اكشن زي ما قلنا هي الوحيده تستخدم الفيشال سيرفيسز فيها كيرف بسيط تعمل ستابيلايزيشن ضد سيرفيس وزي ما قلنا لازم ما نعملش ما منع، 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 نعملهاش فوق سطح الروت لانها بتعمل لي تروما الفايلز اللي هم الادوات الاداه اللي هي حاليا بقى استخدامها قليل جدا طبعا هي معانا منها نوعين معانا النوع اللي هو الستيل ستيل ومعانا النوع اللي هو الدياموند آه طبعا كان استخدامها في البدايه بدرجه رئيسيه انها تستخدم ل آه آه انه نعمل فراكشرنج او كراشنج للكالكولاس لما نحصل كالكولاس كبير وقوي فيبدا واحد يبرده بحيث يكسره لكن برضو وجدوا انها ممكن تكون تروماتيك ممكن واحد يعدي من, من الكالكولاس ويخش على الروت يدخل على الروت من غير ما يحس فيعمل تروما بقى استخدامها اقل آه آه يعني بحكم انها تعمل رافنج للروت ممكن تعمل تروما فبقى استخدمها اقل ممكن تدخل فقط زي هذه اللي هي طبعا الميتال تستخدمها تقريبا معدوم بس الدايموند بحكم انها صغيره وممكن تكون تروماتك اقل فممكن استخدمها ادخل في منطقه الفوركيشن لما يكون في عندي كاركوس فوركيشن في منطقه الرايت انجل اللاين انجل حق السن آه طبعا هذه برضه ممكن احنا نستخدمها كمان في منطقه لو في معانا حشوه اوفر هانج بدل ما اقوم اعيد الحشوه والكلام هذا كله ممكن تدخل بشكل بسيط بحيث تبعد او تزيل الجزء اللي هو اوفر هانج وتحل المشكله. طيب احنا الان كل الكلام اللي قلناه كنا نتكلم عن الاشياء استخدام الادوات اللي هي على الاسنان. طيب لو جينا نتكلم الان على استخدام الادوات في منطقه في الامبلاد. هل الامبلانت هذه زي سطحها زي سطح السن العادي هل انا الاشياء اللي بستخ... بتعامل مع الامبلانت زي ما بتعامل مع السن العادي لا طبعا الامبلانت زي ما كلنا عارفين يتكون من طبقه خاصه نسميها طبقه طبقه التيتانيوم مغطى فيه التيتانيوم كمعدن معدن قوي جدا لكن التيتانيوم اوكسايد اللي هي الطبقه المغلفه المغلفه للامبلانت هذه ما ينفعش يعني هي طبقه حساسه ممكن لو جيت تشتغل فيها من غير باداء معدنيه ممكن تشيل الطبقه هذه الامبلانت يحصل فيها التهابات شبيهه لل للسن وزي ما نسميها في السن بريودونتايتس هنا بنسميها بري امبلانتايتس هي تقريبا نفس الكلام ف يعني أه اذا تحصل فيها نفس المشاكل أه يحصل فيها بوكيتنج يحصل فيها ريسجن يحصل فيها كالكولس يتكون قرن الامبلانت فانا زي ما بعالج الامبريدونتايتس احتاج اعالج الامبلانتايتس أحتاج, احتاج ان انا اول شيء اقيس البوكيتس بواسطه ادوات خاصه احتاج ان انا أه اشيل الكالكوز من الروت احتاج هذه الاشياء فهنا في هذه بهذه الطريقه أه اذا استخدمنا زي ما قلنا ادوات أه معدنيه بشيل الادوات بشيل التيتانيوم اكسايد لاير وبعدين لما يجي يحصل اتاشمنت ما يحصل اتاشمنت من جديد لانه هذه الطبقه ما تلتصقش اذا ما فيش تيتانيوم نظيف ما يحصلش التصاق او تيتانيوم كويس اذا خدشته فهنا نحتاج ان احنا نستخدم ادوات خاصه طبعا في معانا نوعين من, من الادوات في معانا البلاستيك انسترومنتس وفي معانا التيتانيوم انسترومنتس زي ما احنا شايفين الصورة على الشمال هذه عبارة عن تيتانيوم انسترومنتس مواد أو أدوات مصنوعة من مادة تيتانيوم تقريبا مشابهة نفس المادة حق التيتانيوم الامبلانت فما يأثرش عليه، آه هذه الأدوات الثانية زي ما احنا شايفين كيوريتس آه من بلاستيك آه برضه آه آمنة جدا صحيح إنها ما بتكونش نفس الفعالية والإفكتفنس حق المعدن لكن في الأخير ممكن تتعبك شوية لكن في الأخير بتسلم لك الامبلانت ما تعملش فيه أي تروما. زي ما احنا شايفين امام الان هذه الصورة اللي بوك بريدنتال بروب بلاستيكي اذا الحمد لله انهينا هذه المحاضرة محاضرة طويلة شوية المنور الانسترومنتس هي كبيرة جدا حاولنا نحصرها بقدر الامكان حاولنا نجيب كل شيء مفيد فيها أه ان شاء الله نكون قد وفقنا في تقديم الاضافه والمعلومه أه ان شاء الله في محاضرتين قادمتين سنتحدث عن باقي الانسترومنتس معنا نتكلم عن في المحاضره الاولى عن البور انسترومنتس محاضرات قصيره نوعا ما ثم المحاضرة الاخيره عن السرجيك انسترومنتس نلتقي في المحاضره القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.